مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم، فات البت المباشر مع الرعد. اليوم أول حاجة نترحم على الفنان الكبير سي محمود الإدريسي، الله يرحمه والله يصبر وليداته والعائلة ديالو وكل العائلة الفنية في المغرب الحبيب. يعني صراحة فنان محمود الإدريسي اللي أعطى الكثير للأغنية المغربية، اليوم يعني بعد ما كان يصارع مع فيروس كورونا وكان تحت التنفس الاصطناعي، يعني اليوم يعني لقى كما نقول حنا يا الرب ديالو، كان نترحموا عليه والله يصبر كاع الناس، لانه صراحه كان واحد الفنان الكبير اللي اعطى الكثير في الساحه الفنيه. واحد الفنان اللي غنى الاغنيه يعني الاغاني ديالو اللي كتغنى في جميع الاعراس المغربيه، الاعراس المغربيه منها، وكذلك الاغاني الوطنيه. الله يحفظك سي محسن، تبارك الله عليك، صافا الحمد لله راه مزيانه، الله يكبر بك اخويا. الاغاني ديالو عيشي يا بلادي عيشي، واش ساعه سعيده، مهم بزاف تاع مجموعه تاع الاغاني اللي كيحبهم المغاربه. سي محمود الإدريسي، أختي مريم قوني، سي محمود الإدريسي الله يرحمه توفى اليوم. سي محمود الإدريسي يعني واحد الهرم، يعني بيراميد ديال الأغنية المغربية، يعني مثله مثل عبد الهادي بالخياط، نعيمة سميح، التكالي، مجموعة ديال الفنانة. نتمنى أنهم من يعني هي غادي نذكر، يعني راه كاينين بزاف. خويا السلعه تبارك الله عليك، يعني فنان محمود الإدريسي اللي كما كنقولوا حنايا اللي كيعرفوا الجيل القديم والجيل الجديد، الفنان اللي اول كما نقولوا حنايا بدا الغناء في 1900 على ما اعتقد 1965، يعني كان في الكورال ديال الجوك الوطني مدة 10 سنوات. في الاخر يعني ارجع يعني كمغني فردي، قدر انه يغضب يعني عن غير قصد الحسن الثاني، وقدر انه يرجع يغني في القصر الملكي، يعني بواحد الاغنيه اللي دارها اللي كانت اللي باقيه من الروائع، اللي هي عيشي عيشي يا بلادي عيشي. يعني اول مره لما كتعرفوا انه الحسن تاع الله يرحمه اللي كان يعني فنان وكيبغي الفنانين، عندهم مجموعه ديال الطرائف مع الفنانين، من بينهم يعني محمود الادريسي. محمود الادريسي اللي اول مره كان مشى عند الحسن الثاني يعني الاقصر باش يعني غنى كما كنقولوا حنايا، غنى يعني مع المغني اللي كان كيطلب من الحسن الثاني كيغنيو في الاقصر مع الجوق الملكي. محمود الادريسي الله يرحمه ما كانش كيعرف البروتوكول ديال يعني كيدري وقف حدا الملوك، لانه الملوك كاملين يعني كان واحد البروتوكول ديال وقفة كيفاش وهادي وهادي. محمود مع ديك التفعفعة وكان صغير ويعني هذيك الدهشة تاع انه وقف حدا الحسن الثاني كيهضر ودار يديه في جيوب، هادي كيحكيها محمود الإدريسي الله يرحمه، يعني كيهضر معاه ودار اليد ديالو في الجيب ديالو. الحسن الثاني الله يرحمه يعني معجبوش الحال، انه بحال يعني قلة الاحترام هذيك، ولكن هو دارها عن غير قصد، يعني كما نقولوا حنايا غضب عليه صافي، هو كعا محمود الإدريسي كعا وقال انا خسرتها وهادي ما درتهاش زينه وصافي، وما سيدنا ما تبقى عيط لي القصر ما راهش راضي عليا. دازت مده وهي كتلونس الاغنيه ديال عيشي يا بلادي عيشي، يعني اللي كانت من الروائع. على ما اظن انه محمود الادريسي كانت عنده شي سهره يمكن في مدينه وجده، وجا واحد الهاتف يعني بكريك ما تعرفوا ما كان لا بورطابل لا والو، يعني جا هاتف
شي حد يمكن من قصار ولا شي واحد اللي شي واحد اللي كما نقولوا حنايا اللي شخشوخ كما كنقولوا بالدارجه. قالوا اودي راه اليوم كان سيدنا دار حفله في القصر وراه خصك تجي، يعني كما نقولوا حنايا. وهو رجع يعني ومشى للقصر هادي، وفي الطريق وفي القصه هادي باش مشى يعني تما القصر وغنى. هادي اول مره كان غادي يتغنى الاغنيه بلاي باك، لانه الشريط ديال الاغنيه كان هزو معاه محمود الادريسي الرئيس تاع الجوق اللي كان في القصر. ما كانش عنده النوطات باش الجوق يعزف. الور قال له سيدنا كاين حل واحد، هو انه نغنيها بلاي باك، يعني يطلق الاغنيه وكيعاود موراها. يعني الله يرحمه كان عنده مجموعه تاع الطرائف. وخاصكم تعرفوا بلي انه بكثره المحبه ديال الحسن الثاني محمود الادريسي الله يرحمه كان دائما كيهديه دي كوستيم ديالو. بحال دابا محمود الادريسي كان عنده كنز، يعني الكسوه ديال الحسن الثاني عند محمود الادريسي، واللي كان فوق ما كي يعني يكون يمشي عنده الخسر، يعني هو كيعاود هذا الشيء. هذا كان يمشي لعند الحسن الثاني قصر. الحسن الثاني كان يدخلو يعني الشومبره ديالو الخزانه ديالو، كيقول اختار الكوستيم اللي غادي يلبسو وخرج نشوف كي يجي عليك. يعني صراحه كان واحد الفنان كبير عظيم مربي لأقصى درجه، يعني مدرسه، يعني نقول واحد المدرسه. نتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يرحمه وصبر العائله ديالو، لانه الله يشافيهم حتى هما. لانه الا ما قالت الابنه ديالو حتى هي مصابه بفيروس كورونا، هي والزوج ديالها يعني متعاده، وهما كانوا كيحتكوا معاه. هذا هو اللي كنهضروا عليه دائما، انه الانسان يحافظ على راسه، حافظ على راسه. سيتو مثلا محمود الإيزي كان كبير، حتى هو كانت عنده امراض مزمنه، يعني المناعه ناقصه. هذا هو كما كنقولوا حنايا يعني النتيجه ديال 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 انه تأدي واحد الانسان كبير. انت كتبقى حي، بنته وراجلها باقيين حيين، يعني ما قالهم حتى شي حاجه، وبغيت كتهضر مزيانه، وهو مسكين توفى. هذا هو لك هذه الخطوره. وديعه ساميه قالت لك عيش يا بلادي الغاليه يا حبي الكبير عزيز عليا مسكين الله يرحمه، هذه من احب الاغاني الى قلبي صراحه. عيش يا بلادي عيش. عبد العزيز بن شقرون كيقول لك تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان، ان لله وانا اليه راجعون. يعني كما كنقولوا حنايا، يعني كانت المحبه نتاع محمود ادريسي ومجموعه ديال الفنانين اللي كانت واحد المحبه خاصه. كاين واحد القضيه اخرى اللي كان عاودها عبد الهادي بالخياط في انا ما اعتقد في واحد البرامج يعني كان يدوز على القناه الثانيه. قال لك كان عبد الوهاب الدكالي وشي فنان محمد عبد الوهاب، يعني موسيقار الاجيال، كانوا في واحد الجلسة سهرة فنية، وكان فيها حسن الثاني، وكان فيها محمد عبد الوهاب، يمكن كلثوم وشي فنان اخرين، وكان عبد الهادي بالخياط. وعرض عليه محمد عبد الوهاب، عرض عليه عبد الهادي بالخياط باش انه يمشي لمصر، يعني لمصر تما باش يستافدوا من الخبرة ديالو، وميم طون يديروا له انتاجات ويتشهر يعني عربيا. كما كنعرفوا حنا ديك الوقيته، يعني كانت مصر هي بلد الفنون والموسيقى و مجموعة تاع الأمور. الحسن الثاني عيط الله يرحمه، عيط عبد الهادي بالخياط، قال له أجي. قال له إلا مشيتي لمصر قال له ندخلك الحبس. قال له هو محمد عبد الوهاب في بلاده وأنت هي عبد الهادي في بلادك، يعني باش تشوفوا القيمة اللي كان يعطيها المرحوم الحسن الثاني الفنان في المغربي، لأنه كان يعرف القيمة تاع الفن المغربي، لأنه الفن المغربي غني 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 بالإيقاعات، غني بالأنغام، غني بمجموعة تاع الأمور. يعني غادي يمشي عبد الهادي تما غادي يستافدوا منه، يستافدوا لأنه خصكم تعرفوا بلي محمد عبد الوهاب كان قال سمع القمر الأحمر ديال عبد الهادي بالخياط، وقال له أودي لي الشرف أن تكون في الخزانة ديالي.
يتفاجأ، قال له ما يمكنش تكون هذه الفرقة مغربية وهذا المغني مغربي. تما باش تعرف على الحسن تاني جاب عبد الهادي بالخياط وتعرف على محمد عبد الوهاب، يعني محمد عبد الوهاب وما أدراك ما محمد عبد الوهاب. يعني هذا اللي كان يبين أنه يعني المحبة اللي كان يحبها حسن تاني محمود الإدريسي كان يحبها المجموعة ديال الفنانين، منهم بلا ما نساو البيضاوي، أحمد البيضاوي، ابن جيراري، القادر الراشدي، اسماعيل احمد، بزاف 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 تاع الفنان العمالقه اللي هذاك الوقت اللي لحنوا مجموعه ديال القطع واللي عطاو لكثير الاغنيه المغربيه كما نقولوا حنايا، يعني كي كانت الاغنيه المغربيه كانت في الاوج ديالها، كانت الاغنيه المغربيه ماشي كما اليوم تخربيق بزاف، اغاني ساندويتش، هالواي واي، الاغنيه الشبابيه، مجموعه ديال الامور، يعني ما ماشي شي حاجه كيما نقولوا حنايا اللي لو روا الى انفيتي دون سا شامبر اي دوي اوفر سون بلاكار نو ديت با اختي خديجه. هاد باش نقول لك هاد القضيه نتاع اللي قلت لك انايا انه كان يعطيه لي كوستيم ديالو، هادي راها على لسان محمود الادريسي، يعني كنا في واحد الجلسه في طابله في مقهى وكان كيحكي لنا، غير باش نقول لك، وكاينه في ديزان تيرفيو كذلك انه يعني في الاخر ما بقاش كيعطي هذه الكوستيمات ديالو، حيت الحسن الثاني في اخر ايامه ضعف ومحمود كان عامر سمان وداك الشيء، غير باش نكون متواضحين، يعني ما كان نعاودوش شي حوايج اللي ما كاينينش، فهمتي؟ وتقدري تشيرشي في اليوتيوب وتشوفي الطرائف تاع الحسن الثاني مع الفنانين وتشوفي، لانه هو كان واحد الانسان اللي واعي بزاف واللي كان يحب الفن وكان انسان يحب النكته ويحب الضحك ومجموعه ديال الامور. نتمنى انك تقلبي شويه وتشوفي، وكذلك نتمنى انك تقراي حتى الكتاب تاع ذاكره الملك، تقلبي عليه وتقراي شويه على الحسن الثاني الله يرحمه. اذا واش نزيدو ولا مازال الحال؟ وهل ترى يعود ويا لي لطول او لا تطول نيشانك الصحة خويا الروائع ديال محمود الادريسي الله يرحمه مسكين في هذا النهار، يعني كان واحد حتى الصوت ديالو سبحان الله كان يعني مختلف. الله يحفظك السي عبد العزيز، والله غير البركه وصافي، يعني ديجا الحمد لله عندنا شويه هوايه تاع الفن، ولكن الفن ديالنا ضروري الانسان خصو يكون عارف التاريخ تاع الفن المغربي. للاسف كان شي وحدين اللي كيبغيو يكذبوا ولكن ما كيبحثوش بزاف، يعني الانسان خصو يقلب على التاريخ ديالنا والتاريخ ديال الفن المغربي، وكان يعرفوا بلي انه كان غير سيدي ومولاي اللي كيفوت في الاذاعه والتلفزه المغربيه، وسي عبد العزيز انت يمكن تكون عارف هذا الشيء هذا، يعني كانت لجنة الكلمات وكانت مجموعة تاع الأمور، يعني باش عاد الأغنية تفاليدا وتدوز في التلفازة، وشكون اللي الأغنية كان يفاليديها وشكون اللي كان يعزفها؟ كان يعزفها الجوق الوطني، يعني أي مغني كيبغي يدوز في التلفازة ولا عنده قطعة جديدة ولا شي حاجة جديدة كيعزفها معاه الجوق الوطني، يعني راه مجموعة ديال الأسرار اللي صراحة اللي كان واقف عليها، يعني اكبر يعني لطات ديال 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 ديال, ديال البلاد اللي كما كنقولوا حنايا اللي هو لوروا. لانه تبارك الله حسن تاني كان فنان، كان قاري النوطه، كان يعزف جميع الالات الايقاعيه، كان عنده درايه بجميع الانماط الموسيقيه، طرب الآلة، الملحون، كان يبحث، يعني كان نقدر نقول لكم الملك المايسترو بهذا المعنى. رضا تحية ليك ولسي عدنان وناس وجد، الله يحفظك أخويا، تبارك الله عليك أخويا رضا، الله يرحم الموعد، أمين أخويا، أمين أخويا نبي، الله يحفظك. إذا كما قلت لكم أنا، يعني الرحيل الحسن تاني كان مبدع، يعني مبدع بمعنى الكلمة، يعني كان هو راه بعض المرات هو كيوقف ويقود الاوركسترا، بعض المرات الاله الا ما كانتش تاع الموسيقى الا ما كانتش مساويه
راه هو كيكون واقف وكيجبدها وكيقول له انت يا فلان ساوي النوطه الفلانيه الكورد الفلاني. يعني راه شي امور هادشي هذا. الحمد لله حنا عندنا، انا عندي اصدقاء بزاف ديالي فنانين، منهم الله يرحمه محمود الادريسي، منهم بزاف تاع الفنانه اللي كانوا كيعاودوا لنا، وكذلك كان دي زانترفيو ديال الفنانه، وكان مجموعه ديال القصص اللي نشرات في مجموعه ديال الجرائد والمجلات اللي كتهضر على الحياه الخاصه ديال الملك حسن الثاني مع الفنانين. مثلا من الطرائف اللي هذه وقعت نيشان في الدكالي، هذه الدكالي حتى هو كيحكيها. من الطرائف انه كانوا كاين داروا سهرات يعني في القصر، كيجيو مجموعة تاع الفنانة، يعني كل سبت كانوا يجيو الفنانة، وحسن الثاني كان مهلي بزاف الفنانة، اللي اصلا هو ديجا ارتيست، و يعني كان يعطي لي واحد الاهتمام يعني الفن المغربي باش ما يضيعش، لان كان عندنا واحد التراث اللي زاخر جدا يعني بزاف اكثر ما تصوروا. دكالي تعود انه ديما السهره الا كانت مع 10 تاع الليل، تعود انه سيدنا كيتعطل هذيك الساعه ونص في السوايع صافي. هو المتعود واحد النهار جاي، كان هو كيجي روطار، كانوا كيقولوا له العشرة راه تبدا السهرة، يعني خصك 9 تكون تما. هو مثلا هاد النهار قالوا له العشرة تبدا السهرة، هو جاي روطار، يعني جا حتى ل 11، وللأسف السهرة بدات مع العشرة. يعني نيشان أول مرة كتكون السهرة هادي في إفران، القصة هادي في إفران. ألور سيدنا طلع له الدم، يعني عبد الوهاب كي يبدي هو الأول، يعني خصو يغني هو الأول. بقى يسول عليه فين هو عبد الوهاب، قالوا له سيدنا راه عبد الوهاب تعطل مازال ما جاش. بدات السهرة، قال لهم شوفوا المغني اللي موراه. بدات السهرة صافي، الأمور مزيانة، وهذه جا عبد الوهاب الدكالي لقى السهرة بدات. شي وحدين تما قالوا راك قفرتها، بقى كيتسنى تجي التورة ديالو، تجي التورة ديالو، تجي التورة ديالو، حتى سالت السهرة. كيخرج كانت عنده الطوموبيل، ديك وقيتها طوموبيل اللي كانوا هذوك السيمكا، كان كانت الايركات، كانت كيخرج شنو لقى الروايد مفشوشين، يعني بات في الطوموبيل ديالو، وكان السم والبرد والثلج، حتى شي وحدين من الحرس الملكي تما، وهادي عاد جابوا له شي مالطات، شي كاشات يتغطى بهم. هادي يعني هادو من الطرائف يعني ديال الحسن الثاني الله يرحمه مع الفنانين كما كنقولوا حنايا. علاش حنا كنهضروا؟ يعني تفكرت صراحه ان هاد الوفاه تاع محمود الادريسي ذكرتني بالمرحوم الحسن الثاني، يعني كان واحد الرابط بين الزمن الجميل، بين الملك الرحيل الحسن الثاني والاهتمام ديالو الفنانين، روح الدعابة اللي كانت فيه، روح الفنان، روح الملك، روح السياسي، روح الحكيم، روح يعني واحد الملك اللي يعني الحكماء، حكيم ملك الملوك نسميه صراحة، يعني انه كان ذكي جدا، ذكي، عنده واحد العقل، عنده واحد الله يرحمه. يعني كان واحد الروابط اللي كتربط بين الوفاة ديال محمود الإدريسي وبين مجموعة ديال الفنانين من الجيل تاع محمود الإدريسي، مثل حياة الإدريسي، مثل محمود، مثل نعيمة سميح، إسماعيل أحمد، كان منهم باقيين في الحياة وكان اللي توفاو، يعني مجموعة ديال الأمور. إذا خوتي خواتاتي كان هذا هو البرنامج الليلة، يعني موضوع ديال الوفاة ديال الفنان الكبير العملاق الله يرحمه، الله يوسع عليه، ونطلبوا للعائلة ديالو ووليداتو ربي يصبرهم، وناخدوا العبرة خوتي باش أنه نحميو راسنا الفيروس التباعد والتقييم، باش ما نعديوش الناس اللي عزاز علينا بحال هكا. وأبسط مثال كما قلت لكم ديما كنقول أنا، يا واحد الإنسان اللي عنده الملأ، نعم سي عبد العزيز الملك نابغة صراحة. إذا خوتي يعني ديما كنقولها، كنقول لهم أخوتي، ها هو مثلا مرتو ولدو
ما قلت عن المرحوم محمد بن صرح به في برنامج تلفاز صحيح، خصوصا يوم غضب عليه الملك حيث قصته عوده نيشان. اخويا انا هاد القصه، يعني هاد القصص، كان واحد الاخت هنايا اللي كذبتني قالت لك ودي، ولكن قلت لها لا، انا هاد القصه والله يا اخي يعني يعني سمعناها منه هكا يعني فاصلين، وكان بحكم تاع انا كان مارس الفيلم يعني اشتغلت معاه تاع انا يا ديجا، وكذلك يعني جلسنا ومشي غير هو مجموعة تاع الفنانين وكانوا يحكيو لنا حكاياتهم، حيت انايا الله يحفظك السي طيب خويا، الله يحفظك الله يعطيك الخير، يعني كان مجموعة ديال الحكايات، وانا من النوع اللي متأثر جدا مرحوم الحسن الثاني، يعني كنقرا عليه بزاف بزاف كثر ما كتصوروا. انا كنت في العمر ديالي 16 سنة ولا 17 سنة، قريت كان عندنا في المكتبة في الليسي الكتاب تاع ذاكرة مالك، قريته مع جوست كازات، يعني وقتها ما كانت لا انترنت لا يوتيوب لا حتى شي حاجة، يعني قريته كامل ملي كان صغير، المنفى، الانقلابات قبل ما يولي مالك، الوفاة تاع محمد الخامس، يعني مجموعة تاع الأمور. كان ما مشات لي مبالي السمية ديال الصحفي اللي كان دار معاه هو الاستجواب، واحد الصحفي فرنساوي، يعني واحد الكتاب اللي صراحة رائع، ولحد الآن يعني فكم ما كت يطيح في يدي شي فيديو ولا شي حوار ولا شي حاجة كندخل نستمتع. بعض المرات كان نتلاقى مع فنانين يعني اللي كانوا يدخلوا يخدموا في القصر وكانوا يتلاقاو معاه، وكنحاول انه نجبد منهم مجموعه ديال القصص، مجموعه ديال الحكايات، وكاين بزاف تاع الحكايات اللي ما نقدرش نذكرهم، يعني كما كنقول حنايا كاين بزاف تاع الحكايات، بزاف بزاف الاقصى درجه صراحه، يعني كان نابغه، كان حكيم، كان فكاهي، كان يحب الضحك، يعني انسان يعني الملك الانسان بهذا المعنى هذا، يعني رغم انه كانت عنده واحد الكاريزما، واحد الشخصيه، واحد الاخر، ولكن كان يعني في الحياه ديالو عايش الحياه ديالو عادي، يعني عادي جدا. واللي بغى راه كاين في اليوتيوب، يعني هذا الشيء اللي كنحكي هنا على لسان مجموعه ديال الفنانين اللي كما كان مجموعه ديال الكتب كذلك، يعني الحمد لله، يعني ما كان نجيبوش شي حاجه من راسنا، ولا وحش لله باش غادي نجيبو شي حاجه من راسنا، لانه هذا تاريخ ديالنا وكنفتخروا به، والحمد لله كنفتخروا بسيدنا الملك محمد السادس، وكنفتخروا بالملك الراحل الحسن الثاني، وكنفتخروا بمحمد الخامس، وجميع الملوك العلويين والاسره العلويه والدوله العلويه اون جينيرال. اختي فاتحة عمراوي تبارك الله عليك، ضروري الانسان يقرا يعرف شويه التاريخ تاع بلاده ويعرف. انا من الطبع ديالي كنقرا بزاف، يعني كنبحث بزاف انساني، ولكن للاسف ما بقاش اليوم كتب، ولكن اليوم نقدر نقول لك كنسمع بزاف، يعني كان الاستماع بزاف الحمد لله. الله يحفظك سي عبد العزيز، تبارك الله عليك، الله يعطيك الخير اخويا، شهاده اعتز بها صديقي، يعني هذا الشيء اللي كاين، يعني الانسان يحاول دائما يقرا التاريخ ديالو ويعرف، يعني كان واحد ما كانش غير خايب، كان حوايج زوينين اللي كانوا هذه شحال صراحه، يعني انا بعض المرات والله يا اخواتي واخواتي اخوتي كنتمناكم كنت في هذاك العصر الذهبي او الجيل الذهبي، انه باش تكون فنان خاصك تكون سيدي ومولاي، خاصك تكون طير مع الطيور، خاصك تكون نابغه بهذا المعنى هذا، يعني كانت كما نقولوا حنايا ماشي كما اليوم، ما كتشوفوا شنو ولا غير العفن، حتى لدرجه يعني مؤخرا واحد الفنانه جزائريه اللي كانت هي اصلا دايره بحال البرميل، فنانه البورنو بهذا المعنى هذا، وكنت ديجا هضرت عليها اخوتي خواتاتي، سميتها الشابه ورده شارلمانتي، سمعوا غير السميه كي دايره، يعني تدني الذوق عند الجمهور سواء المغربي او الجزائري، وكذلك تصدير هذاك الذوق المتدني والاغاني المتدنيه يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وداك الشيء بكري ما كانش يدخل، عطانا واحد الجمهور اللي عنده واحد الذوق رديء،
واحد الله يا ودي السي احمد البيضاوي عنده مجموعة ديال القطاع، وعنده واحد الموسيقى ديال احمد البيضاوي، موسيقى سماعي رائعة من الروائع صراحة. احمد البيضاوي حتى هو موسيقار كبير. نكمل لكم يعني هاد الفنانة هذه يعني كتدخل المغرب كتخدم كتدي الملايين، هي مجموعة ديال الفنانين يعني سواء كيغنيو اغاني زوينين ولا ذوق متدني ولا هذا الراي الموسخ الواي واي كيما كيسميوه. يعني كما كنقولوا حنايا يعني ياكلوا كما كيقولوا ياكلوا الغله ويسبوا المله. يعني السيده دارت جوج ديال لي ديديكاس اليوم، بان فيديو اخر من غير هذاك الفيديو اللي هضرت عليه انايا. تحيا الصحراء الغربيه ويحيى البوليزاريو ويعطيه، هذا سي نورمال. يعني كانت الوقيته ديال العصر الذهبي ما يكونوش هاد الناس هاد الوسخ صراحة. إذا خوتي خواتاتي والله ما سخيت بكم قسما بالله، ونتمنى أنكم كل يوم تدخلوا نناقشوا موضوع بحال هكا ديال الساعة، مواضيع زوينة إن شاء الله. ونخليكم ترتاحوا، ليلة سعيدة وتبارك الله عليكم، والله يرحم جميع أموات المسلمين، الله يرحم جميع الأموات اللي ماتوا بكورونا، الله يرحم السي محمود الإدريسي. صراحة ما سخيناش به وغادي نفتقدوه، وعمره ما غادي يموت، غادي يبقى لأن الأغاني ديالو من الخالدات، غادي يسمعوها أولادنا أولاد أولادنا. يعني كما كنقولوا حنايا إلا في مصر كان أم كلثوم وكان عبد الوهاب، حنايا عندنا محمود الإدريسي وعندنا الدكالي وعندنا عبد الهادي بالخياط وعندنا نعيمة سامح اللي كنفتخروا بهم الحمد لله. وتبارك الله عليكم، وشكرا جزيلا على التتبع، ونتمنى انه تبارتاجيو معنا اللايف، وتحياتي، تبارك الله عليكم.